نبدأها دايما بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وأهلا بحضراتكم. للأسف، وبقول للأسف لأن لسه مسلسل الإرهاب الغاشم مستمر. أعتقد أن احنا كلنا امبارح تابعنا الاستهداف اللي حصل لكمين النقب الحدودي بمحافظة الوادي الجديد. الحادث الإرهابي أسفر عن استشهاد 8 من رجال الشرطة، بينهم ضابط وهو رئيس الكمين برتبة نقيب، وصيب 4 من القوة اللي موجودة في الكمين في هجوم آخر لجماعة إرهابية مسلحة على الكمين. احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الواقعة، وأيضا نقدم العزاء لوزارة الداخلية، ونتكلم على فكرة استهداف الأكمنة، وفكرة أن الموضوع وصل للوادي الجديد، فكرة أن 4 سيارات تبقى محملة بإرهابيين معاهم أسلحة متطورة بيضربوا نار على كمين في وقت اختاروه للأسف مرة تانية وبعناية، وقت كان فيه تبديل ما بين الجنود وبعضهم وبعض، كل واحد خلاص خلص الوردية بتاعته، كل واحد خلاص خلص الوقت بتاعه وبيسلم زميله اللي جاي. قبل المعلومات، قبل كل شيء، لازم نقدم واجب العزاء لكل مصر في الحقيقة، مش للشرطة المصرية بس. البداية واجب العزاء يقدم لمصر والمصريين، لأن راحوا دول أبناء مصر، مواطنين مصريين شالوا على كتافهم وصمموا منذ لحظة اشتراكهم أو التحاقهم بالشرطة المصرية، شالوا على كتافهم مسؤولية حماية هذا الوطن. العزاء في البداية للشعب المصري كله، ثم للشرطة المصرية، ثم لأهالي الضحايا. احنا معانا هدير محمود، مراسلة جريدة التحرير بالوادي الجديد. يا هدير اهلا بيكي ومساء الخير. مساء الخير يا هدير. مساء الخير على المشاهدين كلهم. هدير، اخر معلوماتك واخر التفاصيل اللي موجودة عندك حول الحادث. بالنسبة للحادث، طبعا انا في البداية انا بحب انعي كل شهداء الواجب الوطني الخاصة بكمين النقب بمحافظة الوادي الجديد، واللي هم راحوا ضحية الاعتداء الارهابي الغاشم المسلح على الكمين، وهددوا استقرار وامن محافظة الوادي الجديد اللي هي طول عمرها امنة ومحافظة امنة وسالمة. بالنسبة للتفاصيل واخر تداعيات بعد الحادث او الواقعة، إن مجموعة من المسلحين أو مجموعة من 4 عربيات دفع رباعي قامت طبعا بالتفجير أو بالاعتداء المسلح على كمين بتاعنا. في شهود عيان قالوا إن هم كانوا بيرتدوا ملابس سوداء مقنعين يحملون بعض الأسلحة الثقيلة، أما أمروا مجموعة من المقبضات بالتوقف على الطريق، طريق خارج واللي هي بتبعد طبعا كمين الجنابي بيبعد عن مدينه الخارجه بحوالي 70 كيلو متر. تمام. ففي البدايه بقى بداوا طبعا قسموا نفسهم لثلاث مجموعات. طيب هدير، انا بطلب منك تنتظري معانا لحظات كمان، محتاجين ان احنا نطمئن على حاله المصابين في هذا الحادث. بينضم لنا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. يا دكتور خالد مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. نطمن من حضرتك على حاله المصابين يا فندم. اولا بنتقدم خالص تعازي طبعا لارواح الشهداء والاهاليهم وذويهم، وكان رفع عندنا 8 حالات وفاه، البقاء لهم جميعا، ويتم تسليم يعني جثث او جثامين الضحايا لذويهم اليوم كلهم في محافظته. في عندنا كان 4 مصابين، في مصاب منهم خرج بالامس خروج تحسن من مستشفى الخارج العام، ومتبقي 3 مصابين كلها اصابات الحمد لله تم التعامل معها، كانت من بسيطه الى متوسطه، لكن نقدر نقول ان حالتهم جميعا مستقره حتى الان. نوعيه الاصابات يا دكتور خالد؟ كدمات وسحاجات وشظايا في القدمين، وتم استخراجها يعني كلها الحمد لله كانت حاجات طفيفه. تمام، اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه. يا هدير معانا مره تانية بسالك عن تفاصيل الحادث، وكمان حابب اعرف منك وقع هذا الحادث على اهلنا في الوادي الجديد. كان الموقف اصلا مؤسف جدا، خصوصا دي اول مره تحصل فيها في محافظه جديد. احنا مش متعودين على الارهاب ولا متعودين على الغدر اللي هو المفاجئ ده
اللي حصل. بالاضافه كده ان احنا بنتكلم في استقرار محافظه وادي جديد طول عمرها هاديه، طول عمرها فيها سكينه. كل اللي بيحصل او كل اللي بيحصل من اعتداءات كانت بتحصل على حدود الحدود خارج المحافظه، لكن الحدود بتحصل على حدود داخل محافظه وادي جديد او بينها وبين محافظه ثانيه، دي في حد ذاتها تعد كارثه، يعني كارثه كبيره جدا بتهدد امن واستقرار محافظه وادي جديد. الناس كلها كانت خايفه، النهارده كان يوم مؤسف جدا جدا، كان الناس كلها حزينه، كله كانت دموع مليانه عنيد او ماليه عنيد. كان مشهد مؤثر جدا جدا، كان الاهالي واقفين، اهالي الشهداء واقفين بيستلموا قصص، كان في مجموعه من الاهالي في اهالي الوادي الجديد كلهم كانوا موجودين، مئات الاهالي كانت موجوده بتشارك اهالي المجندين والشهداء العزاء، بتقدم العزاء وبتقدم كمان يعني المواساه في نفس الوقت، وبتحاول ان هي تهدي من روعهم بسبب الحادث المؤسف اللي حصل في المحافظه. الحاله الامنيه اخبارها ايه في الوادي الجديد؟ احنا عارفين بعد كل عمليه ارهابيه زي دي بيبقى في استنفار امني بشكل ملحوظ وكبير. يا هدير، يعني حاليا الاكمنه شكلها ايه؟ هل في زياده في عدد القوات؟ في تواجد امني مكثف؟ شكل الاستنفار الامني في استنفار امني مكثف جدا، في استنفار امني موسع على المحافظه، في تفتيشات امنيه، في غلق لبعض الطرق، وبرضه طريق الخنقه. تمام يا هدير، بشكرك شكرا جزيلا. زميلتنا هدير محمود مراسلة جريدة التحرير بالوادي الجديد.